بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى انضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم قامت البعثه الدائمه لمملكه البحرين لدى الامم المتحده في نيويورك بالمشاركه في المراسم الرسميه اليوميه لرفع علم مملكه البحرين بمقر الامم المتحده وذلك بالتعاون مع المنظمه وبهذه المناسبة رفع سعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك باسمه وباسم أعضاء البعثة الدائمة أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. والى شعب مملكه البحرين الكريم بمناسبه احتفال مملكه البحرين بالاعياد الوطنيه